ومع انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، شكا أصحاب المولدات الأهلية من خسائر لحقت بهم جراء امتناع مواطنين عن تسديد الأجور الشهرية، فيما تفاوت سعر الإمبير بين مدينة وأخرى قياسا على ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية. التجهيز قاعد يصير 6 ساعات أطفاء، كل أطفاء يعني باليوم احنا نشغل 10 ساعات من ضمن التشغيل المولدة، فما قاعد يلحق، ما قاعد يلحق لا غاز، لا الدولة موفرة الغاز. سعر الغاز راح يصعد من قبل الدولة، أكيد هذا راح يضاف بالدراسة، وإضافة للضريبة اللي هسه فرضوها علينا إجباري. احنا أصحاب مولدات يعني تأثير أيضا، لأن الناس مدى تعمل مدى تنطينا فلوس ما عدها، يعني دا يشكي يقول لك أنا ما عندي فلوس، شيل الواير مالي خليني أظلم. الدولار صعد، شغل ماكو، عمل واقف، إضافة إلى الإطفاء، يعني 6 ساعات بساعة، 5 ساعات بساعة، 10 ساعات، فد إطفاء ما صار، ما يعني ما أنزل أبيان من سلطان.